احنا بسرعه، لا انت خلي بالك انت عملت ده غلط، اللي قدامي بيتقبل ده. نعم. فاحنا متعودين على كده. فالشناوي بصراحه لما بيدي قرار بيديني، او انا ادي مثلا لحد في نص الملعب يكلم حد في الفراوده، لا لازم ينزل، لازم نقفل بقى، ما نضغطش بسرعه، لان احنا كنا همنا في اول 5 دقايق تفضل طول الوقت ضاغط في مرحله الضغط عليهم من فوق، ان نعم. هم ما يلعبوش كره لتحت. ايوه. وفي نفس الوقت لو الفرويد ينزل على رقم 6 ونسيب المدافعين يلعبوا براحتهم، ايوه. لما يلعبوا براحتهم مفيش خطوره، فيقعدوا يباصوا لبعض طول الوقت، يضيع وقت. يا انما لو لعب لرقم 6 يبدا يوزع لهم ايوه لعب. مظبوط. فاحنا كنا في الاول ضاغطين ضاغطين لغايه ما بتبقى طبيعي 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 بتتعب. ايوه فبيبقى طبعا، بيجي وده مثلا طبيعي. الشناوي يجي يقول لي رامي، يقول لهم نرجع خلاص نقف تحت الكوره كلنا. لكن حد غير الشناوي او انت او عمرو، في لو حد شايف حاجه طبعا، لا انا قصدي حد عنده الملكه بتاعه القياده، اللي انت او هاني او الشناوي دول كباتن، وعمرو حد تاني ممكن في يا تلاقي عنده كابتن حسين الملكه؟ عندك امبارح لما بيشوف حاجه بيقول لي يا رامي قول لي كذا 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 عشان نعم. نلعب مع بعض، عشان بتحرك في كذا، قول لي عندك مثلا لا في كذا حد، وسام مين مثلا اللي ما يقول لي بيسمعش الكلام؟ يعني مين اللي مين في الملعب يا ابني اعمل كذا يا ابني في ناس كده يعني بتبقى في في الملعب. حاجه غريبه في امام، اللي هو امام اكلمه يوم متقبل ما يتقبلش الكلام، الاقيه بيعملها، اجي اقول له يا ابني طب انا كنت بقول لك كده، يقول لي ما يعني تقوليش تقول في له ساعتها، اوح يقول لي ما تقوليش في ويعملها. ساعتها عشان ببقى متنشن. فلا هو بس يعملها. ويعملها. وسام برضو مثلا نفس الكلام، وسام لما هو بيحب كل واحد يحمسه، ما بيحبش مثلا والله انك تقول له انت غلطت في كذا، لا لا حمسني. انت كويس. فده ده صريح، يجي يقول لي يعني، يجي بيني وبينه يقول لي رامي ما تقوليش مثلا انت ضيعت كوره، ما تقوليش ليه كده، انا ههمد. والله. فدي لعيبه انت تحترمها، لان هو فلازم تفضل فلازم تشجعه تشجعه طول حتى لو ضيع، حتى لو عمل حاجه غلط. في لعيبه كده ما بتجيش غير لا خلاص مش مشكله، اللي جاي هتيجي، ركز في مين اللي جاي. البارد بقى؟ مين القصه بتفرقش معاه؟ هو لا انا تلاقيه بارد بصراحه، انا بارد، انت انا بارد، بارد ما بيفرقش معايا حاجه. والله. لو كان فرق معايا كابتن كنت بطلت كوره، يا من كلام سلام الناس، من سوشيال ميديا، من ناس يا مثلا ما شاء شايفاني الله ان انا عليك. مثلا يا عم انا ما بعرفش العب، ما تشجعش النادي طول ما انا موجود فيه الفتره اللي انا قاعد فيها. لو انت شايفني ان انا ما بعرفش العب ما اعمل له ايه يعني؟ لما يتكلم يقول لي انت ما بعرفش تلعب، ما بتخشش في اشتباكات لا خالص لا خالص، سوشيال ميديا ولا ولا لقاءات. بقعد اضحك وبقراه وبقعد اضحك.